الإحصاء السكاني وما له من أهمية كبيرة وارتباط مباشر بحياة المواطن العراقي. عقدت وزارة التخطيط المؤتمر السنوي 15 تزامنا مع اليوم العالمي للإحصاء، وبمشاركة ودعم صندوق الأمم المتحدة، سعيا في تطوير المنهاج الإحصائي وما يتوائم والتزايد المستمر للسكان. يعني يحتفل العراق مع مشاركة المجتمع الدولي باليوم العالمي للإحصاء. هذا في هذا اليوم أقيم المؤتمر الإحصاء 15 الذي ينظمه الجهاز مركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والكلية الجمعية العراقية للإحصائية وأيضا كلية رافدين الجامعة. الهدف من هذا المؤتمر بصراحة هو الوقوف على المشهد الإحصائي في العراق، ما هي التحديات، ما هي المشاكل، وما هو المنجز الذي تم تحقيقه خلال هذه الفترة. رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كردستان أكد على ضرورة التنسيق المستمر والتزامن مع الحكومة العراقية في بغداد للخروج بمخطط يلبي النمو المستمر والزيادة العددية لسكان الإقليم وربطها بصورة مباشرة مع العدد السكاني لمحافظات الوسط والجنوب. ونحن نتطلع طبعا لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء في كافة الأعمال الإحصائية وليس فقط في المشاركة في المؤتمرات، ونحن على يقين أنه التعاون الذي استمر سنوات قبل الآن سوف يستمر لسنوات لاحقة. التوجه صوب الإحصاء الإلكتروني هو أبرز أهداف وزارة التخطيط العراقية مواكبة والتطور التقني المستمر في أساليب الإحصاء السكاني المتبعة حول العالم. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.